بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الجزء الثالث راح نتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله في لمسة بسيطة عن ما يسمى بالـ Responsive Designing، مجال تصميم. مجال التصميم ده يعني ليه أكتر من باب، واحد من ضمن الأبواب ديت الـ Responsive. الريسبونسيف ديزايننج يا شباب يعني في ابسط المفاهيم ان انت تصمم واجهه ريسبونسيف. ريسبونسيف معناها متجاوبه. متجاوبه يعني بيبقى مع كل شاشه هي ليها رياكشن مختلف باختلاف الشاشه اللي هتتعرض عليها، باختلاف الديفايس اللي هتشتغل عليه، بحيث انها ما تبوظليش الموقع بتاعي. يعني الموقع بتاعي هو يونيك واحده واحده، لما اجي نعرضه على شاشه الكمبيوتر هيتعرض بشكل ملائم لشاشه الكمبيوتر. لما اجي نتعرضه على شاشه تابلت بريزوليوشن معين وعرض شاشه معين هيتعرض بشكل ملائم لشاشه التابلت، هيتجاوب معاه. لما اعرضه على شاشه سمارت فون هيتجاوب معاه. لما اعرضه على شاشه تلفزيون، شاشه موبايل، شاشه كل الكلام ده هيتجاوب معاه. ده اسمه ريسبونسيف ديزايننج. فانت بتاخد بالك وانت بتصمم الموقع بتاعك ان انت بتعمل حسابك ان الموقع ده ممكن يتعرض على ايه، على مثلا الشاشات ديت. فبالتالي بتخصص ملفات ال CSS بتاعتك، او بتخصص اجزاء من ملفات ال CSS علشان تعرض المحتوى على ويدث معين. تمام، ده بقى اللي احنا هنحاول نأصل المفهوم ده ونحكيه كده مع بعض في حلقة النهاردة. لكن انا عايز اقول للناس على طول جميلة خالص، كنا سبب ان احنا اتكلمنا عليها في بس استخدمنا البراوزر فايرفوكس. خلونا نروح للويب ستور بتاع جوجل، الويب ستور بتاع جوجل كروم. ويب ستور بتاع جوجل كروم، الاداه ديت انا ضايفها عندي اسمها ويب ديفلوبر. عايزك تتعلم على اكستنشنز، او تكتب، ماشي، تكتب كلمه ويب، او ما تكتب كلمه ويب هو هيجيب لك بقى. ايوه، ويب ديفلوبر، وتروح معلمني على اكستنشنز. واول حاجه خالص قول له الاداه ديت انت تعمل لها اد تو كروم، هتروح تجيب لك المربع الصغير ده، بس ده اللي انا عايزه منك. وابتدي تعمل اكس. بعدين ديت بقى بتمدك بايه، بالمقاسات بتاعه، المقاسات المتاحه للشاشات المختلفه اللي ممكن تشغل عليها الويب سايت بتاعك. يعني مثلا الموبايل بورتري، يعني الموبايل لما يبقى واقف كده. طيب طبعا ده هاي وده ويت، ده اسف ده ويت وده هاي، يبقى 320، فالعرض بتاعه 320. الموبايل لما يبقى نايم العرض بتاعه بيبقى 480. يعني ساعات الموبايلات، في موبايلات لما تيجي تنومها كده المحتوى بتاعها يتعرض وينام برضو معاها، يعني كأن ايه كده. السمول تابلت بالنسبه ليه، التابلت 600، التابلت لما تبقى لاند سكيب يعني بتنام بتبقى 800، وهكذا القصه كده. في ده بقى اسمه ريسبونسيف. انا بقى كديزاينر انت بتختار انت تشتغل في مجال الريسبونسيف ديزايننج، فانت بتاخد بالك من ان الموقع بتاعك راح يتعرض على ايه بالظبط. طيب خلونا نمثل بمثال كده بسيط. انا ما عندي ملف ال HTML بتاعي ما فيهوش اي حاجه، والميديا بتاعتي كده كلها هتكون عباره عن سكرين. انا عندي يعني دلوقتي انا هقول الميديا بتاعتي ديت سكرين، وانا هشغلها دلوقتي على سكرين بس. تمام، وانا ابتدي اضيق السكرين ديت. اوكي، خلوني بقى، او عندي ديفيجن، خلوني اعمل ملف CSS جديد واعمل كنترول اس، وده انا هسميه سمول. تمام، وده انا هخليه ياخد مساحة معينة قليلة من الشاشة. تمام، وانا هنسميه سيف، وانا هستايل في السمول ده استايل الديفيجن اللي بره بأكواد معينة. اول حاجة استايله بيها ها الويت، بحيث ان يبقى العرض بتاع الديفيجن ده على شاشة انا هحدد له دلوقتي ابعادها. هقول له العرض ده هخليه دلوقتي 500 بكسل. تمام، الهاي ما يهمنيش، الهاي كده كده الارتفاع عادي، كده كده هو بينزل لتحت، وفي سكرول بار، وفي سكرول بارز رأسيه. انا المشكله كلها في السكرول بارز، في السكرول بارز الايه الافقيه. انا هخلي الهاي عندي 100 بكسل، واروح اشتغل على باك جراوند. اقول له نفرض الباك جراوند بتاعتي اورنج، وعشان يجي المحتوى في النص هقول له مارجن زيرو اوتو.
هنعمل كنترول اس، ولو رحت على الصفحة تبعي انا ما ربطتش سي سمول، المفروض اني اربط ادي سكرين واربط بسمول دوت سي اس اس، انا من كنترول اس وانا بعرض على سكرين. رايت نعمل ريفرش، يبدو ان في مشكلة مرة تانية. اتش ريفرنس سمول دوت سي اس 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 ام اي ال دوت سي اس اس، ودي الديفيجن بتاعي موجود. طيب لينك ريل سمول، الديفيجن بتاعي 500 بكسل، الهاي نسيت ما اكتب بكسل، هعمل كنترول اس ريلود. اسف، ده بالنسبه للشكل بتاعي. طيب خلوني انا اقلل في حجم البراوزر، كاني يعني انا بحاول اغير في الريزوليوشن يعني، تمام اضيق البراوزر. التصميم مش بعد فتره هتلاقيه بالسكرول بار مش متجاوب لانه يضيق او يزيد، فاهمني؟ هو بس بيتوسطن في النص، بس مفيش اي استجابات بتحصل منه. طيب انا عايز بقى الاستجابات ديت. طيب ده انا اظن انت كده ابتديت تفهمني. طيب خلوني نعمل كنترول دي للعنصر ده مره تانية، وبنقول له المره دي انا مش عايز سمول، انا عايز اخليه ميديوم. طبعا ملف الميديوم سي اس اس انا لسه ما عملتوش، فروح اعمل ملف جديد تمام واعمله كنترول اس، وده انا هسميه ميديوم، واختار لك اكستنشن سي اس اس، واعمل بقى كنترول اس واعمل سيف. وده بقى هقول له الديفيجن بقى لما يتعرض هياخد مقاسات مختلفة. في الميديوم انا مش هخليه بقى يبقى خمس اس اي ام، هذه اس اي ام، انا عايز ميديوم دوت سي اس اس ميديوم سكرين على البين ريف اثنين سي اس اس يس ميديوم اوبن اديت النوت باد بلس بلس، اروح للنوت باد تبعي اديت تمام، ده الميديوم. وانا هقول له والله افرض دلوقتي انا مش عايزه 500، انا عايزه يبقى 1200 1200 بكسل تمام. جميل، خلونا نعمل بقى كنترول اس رايت اوكي. خلونا نعمل بقى واحد تاني لللارج، هناخد نفس الكود اللي في ميديوم، اخده بكوبي واحطه هنا واعمل انا كنترول اس، وده هسميه بقى ايه لارج دوت سي اس اس وسيف. وفي اللاش ده بقى انا هخليها ديت بدل 1200 انا هخليها 1400، وهخلي ميديوم 1400 انا مع كنترول اس، واخلي ميديوم ديت 1000 بس، خليها المره دي ديت يعني ايه 1000 بس، وانا اعمل كنترول اس رايت اوكي. الثلاثه دولت عباره عن هيتعرضوا، خلونا نقول دلوقتي ان احنا هنعرضهم على الشاشه، وكل ديفيجن من دول واخد ايه، كل ديفيجن من دول واخد هاي ويتس مختلف، وخلونا كمان ندي لهم الوان مختلفه، يعني ده اورنج ده انا هخليه بلو، وده انا هخليه انا اعمل كنترول اس، وده انا هخليه اكوا. انا بقى عايز اظبط القصه ديت، انا اعملها ازاي؟ وانا عندي واحد للميديوم وانا عملت كنترول دي، هعمل واحد تاني واسميه بقى ايه واحد لملف اللارج اللي هو دوت سي اس اس. الفكره كلها بقى برضو بتبقى في الميديا، انا مش هسيب الميديا كده فاضيه، هعمل ميديا سكرين واروح ضايف كلمه اند. بعد كلمه اند بقى هنا بيجي السر، هفتح قوسين وافتح القوسين واقول له اه. طيب انا هكتب بروبرتي، انا هكتب بروبرتي او انا نقدر نقول عليها خاصيه سي اس اس مش جديده علينا، هقول له من داش ويدث. من ويدث فاكرين اقل عرض متاح ليك. طيب وانا اقول له لما يكون المين ويدث بتاعك صفر بكسل، انت يعني لما يكون الـ 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 التصميم على سكرين واقل عرض متاح لي صفر بكسل، اعرض لي بالسمول، اعرض لي ملف السمول دوت سي اس اس تمام. فهو هيعرضه لي في الرينج ما بين صفر لغايه قيمه انا لسه ما حددتهاش، يعني انا ما قلتلهوش ماكس، انا قلت له من ويتس اقل حاجه بالنسبه لك بتكون عباره عن صفر بكسل. طيب اوكي، خلونا بقى عند السكرين هنا، يعني انا قلت هنا انا هعرض لغايه 500 بكسل رايت. عند السكرين ده انا قلت هعرض فيه الميديوم لغايه 1000 بكسل، انا يهمني الويتس بس. طيب هقول له انسخ نفس السطر، اخده كله بكوبي
بكنترول سي واعمل هنا كنترول في، هقول له بقى في المينوتس هنا يعني اجل عرض متاح بالنسبه لك. تمام، هخليه انا دلوقتي ولنفرض هنا 1000 و1000، خليني زي القيم اللي انا كنت كاتبها عند ال 1000 1000 ونفس الفكره بالظبط هنا. خلونا نعمل كنترول سي و نلصق، وعند ال 1000 انا كنت مخليها اللارج 1400، اخليها 1400 وابتدي انا اعمل كنترول اس واروح للستايل بتاعي واعمل ريفرش. طيب خلوني كده اكبر، هلاقي اللون اتغير، بيجي اللون الازرق ده في الماكس ويتس ده ده في الحجم الكامل. طيب مهزق اللون الاورنج ده هيظهر امتى؟ اللون الاورنج ده بتاع مين؟ بتاع ال 500 بكسل، فطالما موجود في نطاق ال 500 بكسل هو اورنج. طب لما اكبر شويه هذه بيجي باللون الثاني، اللون الثاني اللي هو البلو ده خاص بمين؟ البلو ده خاص بال 1000 بكسل لما اكبر شويه. طب لما اكبر شويه خالص وصل ل 1400، انا اكشولي الشاشه بتاعتي 1300 فمش هينفع معايا ال 1400، فانا مضطر اغير اخلي ديت بدل 1400 1300. تمام، واعمل كنترول اس واخلي الميديوم بدل 1000 اخليها مثلا معلش 900 900 علشان انا شاشتي اساسا اخر الريزولوشن بتاعها 1300. فانا لو عملت ريفرش دلوقتي هلاقي اللون الازرق يظهر، لو كبرت شويه اللون يعني اللون الازرق ده كان خاص اللارج كانت واخده الاكوا، فانا لو كبرت خالص كده برضه اللون الاكوا مش ظاهر، اللون الاكوا مش ظاهر عشان شغال على 1400. تمام، انا هقول له انا ما عنديش 1400 بك خلاص، انا خليني شغال على نفس القيمه اللي كنت شغال عليها على اللارج، قلت له 1300 فانا هخليها 1300 برضه، وعلى الميديوم هخليها 900 واعمل انا كنترول اس. ساعتها بقى الوضع هيتغير، لو عملت ريفرش هياخد اللون الاقوى. تمام، خلونا نصغر شويه، كل ما انا بصغر اول ما اوصل للون الاورنج هذا كده ريسبونسيف، هو كده تجاوب لاني هو حس باني المين ويتس اقل ويتس متاح بالنسبه لك كان عباره عن 900 بكسل، بعد ال 900 بكسل ارد للميديا. طيب انا اقلل شويه، قلل من ويتس لغايه لما وصل ليه بعد الصفر اعرض لي اللون الاورنج، فمن صفر ل 900 اعرض لي السمول، من 900 ل 1300 اعرض لي اللارج، الميديوم لما يكون اقل عرض 1300 يعني من 1300 وانت وطالع لفوق هتعرض لي اللارج. تمام، من ويتس من 900 يعني من 900 وانت وطالع لفوق هتعرض لي الميديوم، يعني الشاشات اللي الريزوليوشن بتاعها من 900 وانت وطالع تتعرض لي عليها الميديوم دوت سي اس اس، الشاشات اللي الريزوليوشن بتاعها من صفر يعني شاشات صغيرة من صفر وانت وطالع اعرض لي السمول، الشاشات اللي اقل عرض متاح ليها 1300 فبالتالي شاشات الاتش دي الشاشات الكبيره زي التلفزيون والكلام ده 1300 اسف اعرض لي اللارج دوت سي اس اس. ده اللي انا كنت اقصده بالقصه بتاعت مين؟ بتاعت ريسبونسيف ديزايننج، او اني اصمم موقع متجاوب مع الشاشات. انا بس حبيت الفت الانتباه ليها، وهي ان شاء الله باذن الله هيكون لينا بقى مع في اللي اوت، بس انا مش متاكد بالظبط يعني هل هنشتغل فيها او مش هنشتغل فيها، بس انا حبيت اوضح المفهوم ده بالنسبه لحضراتكم. بالنسبه للاكستنشنز اللي احنا كنا اشتغلنا عليها اللي احنا ضفناها، ممكن تدي لك الفيو الاوفر فيو بتاعت الميديا، الانواع المختلفه للميديا. طب خلونا نستخدم حاجه ثانيه، مش عايز امشي او مش عايز انهي الكورس غير لما استخدم او اتاكد ان الناس فهمت القصه ديت، لانها بصراحه مفهوم مهم جدا يعني. فانا هستخدم الات ميديا. تمام، اوكي، وفي الات ميديا هقول له برضه سكرين معايا، اوكي، وافتح البريسز تبعي. وانا اتعلمت بقى ها، ولنفرض انا هصمم موقع متجاوب مع كل واحده من دول، مع كل واحده من دول، وانا اللي يهمني الويتس، رايت، اوكي. فانا يعني مش انا هسيب لي التجربه، فمش هعمل ملفات ستايلات يعني، فاهمني؟ حاضر، انا هحاول اوضح المفهوم. طيب في الميديا سكرين انا هقول له اند دلوقتي افتح القوس واقول له من داش ويدث نقطتين، واقول له صفر بكسل، اكتب لي نفذ لي الاكواد دي.
الصفر بيكسل نفذ لي الاكواد دي. ادي كنترول سي وانا هعمل كنترول في يعني في يعني الشاشات اللي اقل عرض ليها صفر بكسل، اقل عرض ليها صفر بكسل نفذ لي ده. ولنفرض دلوقتي اقل عرض هنشتغل عليه اللي هو 320، وهنخلي بقى 320 ده هو العرض بتاعه، فانا هخلي ده يمشي على ايه؟ على 320 بكسل. فانا لو عملت كنترول اس على النقطه ديت اديته اللون الاورنج تمام، وروح بقى اعمل لي ريلود، فاللون الاورنج مالي المساحه كلها هنا، المساحه كلها لان العرض كله ها 320. لو نزلت تحت في الموبايل هتلاقيه واخد 320 بس، هنا واخد 320 بس، هنا واخد 320 بس، هنا واخد 320 وهكذا، واخد 320 بكسل بس. فهمني؟ طيب انا بقى عايزه يملأ العرض ده كله وفي نفس اللحظه يبقى مالي العرض ده كله. طيب اوكي، الميديا بتاعك الطيب بتاعك كان 480 رايت اوكي. فايه رايك لو تنسخ لي القصه ديت كلها كنترول سي مره تاني وتروح لسجها وتقول لي اه لما يكون اقل عرض متاح بالنسبه لك، يعني الشاشه ديت اقل عرض متاح بالنسبه لها ايه؟ 480، ده اقل حاجه الشاشه ريزوليوشن بتاعها 480 بكسل. طيب لما انت تكون اقل عرض بالنسبه لك بقى مش صفر، لما يكون اقل عرض 480 تمام، يبقى انت بتبتدي من 480. خليني ديت برضه 480 عشان تاخد المساحه بالكامل. يا ريت الناس تبقى فاهماني، يعني انا قلت له اقل عرض بيجاب لك من ويدث للشاشه 480، يعني من 480 وانت وطالع لفوق خليني الويدث 480. هو انا رحت عملت فانا لقيت اللون الاورنج مالي لي ديت كلها ومالي دي. انا عشان الناس ما تفتكرش ان انا بضحك عليك، لو خلصت لو غيرت اللون الاورنج باكوا وعملت ريلود هلاقي ان ده اكوا وده اورنج، ده حاجه وده حاجه تاني خالص تمام. ده واخد من صفر اللي ما شاء الله من صفر، اقل حاجه صفر، فعشان كده اتفرج على التصميم بالكامل. ده بقى واخد من 480 لاني اقل يعني من 480 وانت وطالع تمام. فلقيت ده هيتعرض، ما تجيش بقى ده هيتعرض ب 480 على الاقوى. انا بقى هنا عايز اعرض من 600 وانت وطالع، فبالتالي اروح ناسخ الكلام ده كله مره تاني ها، واقول له اه لا المره دي ده الويتس بتاعك من 600 وانت وطالع ها، خلي لي العرض مثلا اي شيء. والله فرض انا بخليه 600، انا مش لازم اكتب 600، انا بخليه اي شيء ايا يكن، وانا هخلي اللون ده مثلا ماجنتا، واعمل انا كنترول اس واروح وريلود، ده هيلاقي اللون بيتغير لي بيبقى بين اللون الماجنتا وهكذا. ده القصه بتاعت الريسبونسيف، يعني الموقع بيبقى ريسبونسيف متشابه. انا يعني نفس الفكره بالظبط لو انا كنت جربتها على البراوزر بتاعي، هي نفس الفكره، انا عملت ريفرش بس خلوني اشدها واشد بره يعني، وايه نبتدي نصغر ها، ادي اصغر انا شويه ابتدي اللون الاورنج، الاورنج اكبر شويه ها اكوا، اكبر شويه ماجنتا، كبر شويه الماجنتا، ماجنتا كتير، ماجنتا واخد من كام؟ ماجنتا واخد من اجل حاجه اللي هي انت كنت برمجها بتقول له من 600 وانت طالع. فبالتالي بص كل اجوان انت شد بقى زي ما انت عايز، فوق ما فيش مش مشكله، يعني شد زود زي ما انت عايز، يا ربي زود زي ما انت عايز، هي من 600 وانت طالع. طب لو انا قليت هنا بقى لما يتعرض لي اللون التاني غير اللون الاقوى كده انت جليت عن ال 600، فطالما انت جليت عن ال 600 يبقى انت بره الرينج ده، فبره الرينج ده انا مش هنفذ لك الكود ده، هنفذ لك الكود ده، يبقى انت في الرينج ما بين 480، او في الرينج ما بين 480 انت بتقول له انا عايز عرض الموقع بتاعي يبقى كذا تمام. الكلام طبعا يعني على ديفيجن، ديفيجن اعتبره اي عنصر، انا كنت حطيت ديفيجن بس عشان امثل، عشان امثل بيه. وسبب كنا انا قلت ان الموقع كله بالكامل انا هحكمه بانه يتحط في راب، يتحط في ديفيجن تمام. التأصيل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله هيجي في التطبيق. المفهوم ده انا حبيت اوصله من دلوقتي، يا رب يكون الصوره واضحه وسهله وبسيطه ويسيره عند الناس. انا اتمنى ان الناس تعيد الحلقه مره واثنين وثلاثه، ولو عندها اي سوء فهم تحاول تسال فيه. الحلقه مهمه وعشان كده انا قسمتها على ثلاث اجزاء واخدت مني وقت في ترتيبها بصراحه، يا رب الناس تكون بخير.
احرصوا بالله عليكم يا شباب، يعني ان احنا نطبق الكلام ده، او نحرص ان احنا نحاول على الاقل نسمع التوتوريال اللي جاي اللي كانت خاصه باللي اوت، عشان تحاول تطبق الكلام اللي انت اخذته ده في طور الموقع الكامل. سعيد جدا بني اكون موجود معاكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.